ملتقى الموصل الخضراء لتغير المناخ لطرح والحديث حول السلبيات والمشاكل التي يعاني منها العراق ومحافظة نينوى بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة وقلة نسبة الأمطار تساقطها، إضافة إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية وقلة المساحات الخضراء ومناقشتها ووضع حلول والخروج بتوصيات من أجل العمل عليها مستقبلا. أهمية هكذا مشاريع وإطلاق مشروع الموصل الخضراء من قبل مؤسسة عين الموصل المهتمة في هذا المجال في هذه الفترة الأخيرة، بسبب كون العراق يعتبر أكثر الدول تأثيراً من الناحية المناخية، حيث يعد العراق من خامس دولة أكثر تأثيراً من ناحية الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة. المناخ موضوع مهم جدا، كموضوع الامن وموضوع الصحه وموضوع المياه. انطلاق بعض الابحاث هذا اليوم من ارض جامعه الموصل مهم جدا، لانه تزاوج الخبرات الاكاديميه مع الخبرات العمليه في ديوان محافظه نينوى امر مهم. البيئه المنعت سوء عتاثر على صحتنا، عتاثر على 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 مستقبلنا، حتى عتاثر على مستقبل الجيل الجاي، فاحنا لازم ناخذ خطوه استباقيه من هسه نبلش انه نهتم بيها. مثل هذه النشاطات بصراحه راح تفتح مجال اخر، مجال السياحه. اليوم نحن من نمشي بهذا الطريق او بهذا المجال، انه نبدا نرجع المدينه من ناحيه الخضار او الموصل الخضراء.